بيانه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صحيح ما قلته؟ أحسنت. أحسنت. طيب الأخ الكريم جزاه الله استدل على أنه لا نص على علي، بينما أغلب علماء أهل السنة يعترفون بالنص على علي، وأذكر منهم على سبيل المثال عند نزول آية الولاية التي تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اعتراف الكشاف للزمخشري، الطبري في جزئه السادس، زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، تفسير القرطبي، تفسير الفخر الرازي، تفسير ابن كثير، تفسير النسفي، شواهد التنزيل للحسكاني، الدر المنصور في التفسير بالمأثور للسيوطي، أسباب النزول للإمام الواحدي، أحكام القرآن للجصاص، التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي، وما لم أذكره من كتب السنة أكثر مما ذكرت بكثير. كلهم يتفقون على أن هذا نص على أن الله والرسول والإمام علي يعني أولياء للمؤمنين، يعني الله ولاية الله ثم ولاية رسول الله ثم بعد ولاية علي أمير المؤمنين. وآية البلاغ أيضا تتعلق بالولاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على علي مرة واحدة في حياته، وإنما المتتبعون للسيرة النبوية سجلوا عليه عدة مرات ينص على خلافة علي من بعده، وذلك في أول البعثة النبوية عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عشيرته وأبلغهم أنه جاءهم بخير الدنيا والآخرة، وقال لهم فيما قال فمن منكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون وصيي ووزيري وخليفتي من بعدي، فأحزم القوم عنها، وكان الإمام علي أصغر القوم سنا، فقام في كل مرة يقول أنا يا رسول الله، وفي كل مرة كان يقول له اجلس يا علي، ثم بالأخير في المرة الثالثة أخذ برقبته وقال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوه، فقام القوم يضحكون ويسخرون ويقولون لأبي طالب إنه أمرك أن تسمع وتطيع لابنك، وقال له في ما قال تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب. إذن هذه نصوص كثيرة، هذه في بداية الدعوة، أما في آخر الدعوة وهو راجع صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع قال إن الله كلفني بأمر ثقله صدري، فقلت يا ربي إن قومي لا يزالون حديثي عهد بجاهلية، وإني أخشى متى بادرتهم بهذا الأمر أن يكذبوني، فقال لي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. عند ذلك نادى منادي رسول الله في الغدير، مكان يسمى غدير خم، وجمع كل الحجيج الذين حجوا معه نساء ورجالا وأطفالا في حر الشمس الهجير، كانت الطقس كان محرقا. اسمع يا تيجاني، هذا زي طقس قفصة في الصيف يا أوسو في يوليو، وقام فيهم خطيبا ليقول لهم، اسمع الخطبة الحلوة لرسول الله، يا أيها الناس إنه يوشك أن يأتي رسول ربي فأدعى وأجيب، فماذا أنتم قائلون وبماذا تشهدون؟ فصاح الناس من كل مكان نشهد يا رسول الله بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، فقال أولستم تشهدون أني أولى بكم من أنفسكم، يعني يذكرهم بآية قرآنية الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقالوا بلى يا رسول الله. عند ذلك رفع بيد علي وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. وبعدها بالضبط عممه بعمامته الشريفة، ونزل جبريل ليقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب هذه إذن هذا يعني لأن الوقت لا ما بحسب نظام الوقت
وانا يعني انت طلبت مني 5 دقائق ودقيقتين لكتاب ثم اهتديت. وخمس دقائق فتهم. طيب. دقيقتين لعبارة ثم اهتديت. طيب عبارة ثم اهتديت بسم الله الرحمن الرحيم في سورة طه، لعل الاخ البلوشي خليه يصلح لي اذا كنت غلط. سورة طه آية رقم 82، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالآية هي رد على التساؤلاتكم يا أخواني الكرام. الآية الله يقول فيها غفار لمن تاب وآمن، مؤمن، إذن مؤمن، والإيمان أقوى من الإسلام. ألم تكن تؤمن من قبل؟ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أسألكم إلى ماذا يهتدي؟ طيب انا اخترت عنوان كتابي من هذه الايه الكريمه لاني لم اقنع الا بتفسير ينسب الى الامام الصادق سلام الله عليه، يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى الى ولايتنا اهل البيت، لانه عقليا لم يختلف المسلمون في شيء الا في اهل البيت. طيب اوكي 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 تجنب تجنب كويس يا تجنب اسمعني. نعم. خلي عندك سؤال هذا اكتبه عندك سوف اعود اليك بعد قليل. فضل. وهو الاتي. تفضل. امر بهذا الشان العظيم. نعم. امر ولايه اهل البيت. نعم. بهذا القدر الجليل. نعم. الحكمه الربانيه نريد ان نعرفها، حكمه المولى عز وجل الذي اظهر للمسلمين في قرانه الكريم يعني بصريح العباره ما ينبغي عليهم من اركان الدين واموره المدنه. لماذا لم يأتي أمر يستدل عليه استدلالا واضحا وليس بالتأويل والقرينة في أمر الولاية؟ والأمر الثاني، خطب النبي صلى الله عليه وسلم أشهر خطبه في حجة الوداع وقد تجمع الناس إليه بعد الفتح من كل صوب وحدب، ألم يكن بالعقل ساكت ألم يكن بالعقل أولى وأجدر وأوضح أن يضمن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وصحبه وأتباعه أمر الولاية لعلي في ذلك الوقت فيعرفها منه الذين فدوه وفدوا الدعوة بأنفسهم وأموالهم وجاهدوا في سبيل الله؟ نعم. فلا يختلف بعد ذلك في أمرها أبدا. نعم. ولا يمضي جمهور الأمة وأغلب المسلمين بعد ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ضمن المذهب الذي لم يهتدي كما تقول الآن إلى ولاية بيت. اكتب هذه الأسئلة عندك، سوف أعود إليك بعد أن أعطي الفرصة للدكتور شمران العجلي، ثم يحق لك ربما وقتاني وقتين. ربما وقتاني وقت. يحق لك وقتاني. أيوه. أنا أقول يحق لك وقتاني إعرابها صحيح. أشكرك. 5 دقائق من هنا و 5 دقائق من هنا. أيوة. عند رضيف. أنا الذي أرجو منك كن منصفا في الوقت. طيب وذكرت على الإنصاف، أريد من الإخوة المشاهدين لا تطلبوا مني أن أنحاز للبلوشي ولا للشيخ شمران ولا للتجاني، ولا تظن أنه عشان هو تونسي أنا راح أنحاز بها في هذه الحلقة، خلوني أكون محايد حتى يستمر الحوار. دكتور شمران لم يجب على أسئلتي، أنا كل الأسئلة التي طرحتها في الآن جاهزة، أسئلتي التي أنا وجهت استرد بكتب الشيعة وذكرت القرآن وذكرت الآيات وذكرت الأحاديث، أنت لم ترد علي، رديت على أشياء من عندك، رجاء ردوا على أسئلتي. في الجولة المقبلة. أي نعم. في الجولة المقبلة. أو فضيلة الشيخ الدكتور شمران العجلي الذي تسمح لي رد على الأسئلة. لا بعد أن نسمع للدكتور شمران العجلي لحظة بس، نحن بالدور هكذا يعني كل مرة يأتي سؤال. هذا آخر ما وصلنا إليه في إدارة هذا الحوار أن يكون الأمر بالدور هكذا، كل واحد له وقت معلوم ومخصوص حتى لا نتهم بالانحياز لطرف دون آخر. دكتور شمران أهلا وسهلا.